حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ طبعا بالشكر الجزيل لهذه الصفحة والقائمين عليها، صفحة القبائل الرومانية، ولكم على مبادرة أعتبرها في غاية الأهمية، وهي مواجهة الظاهرة عموما، وعلى اختيار هذا الموضوع للتفكير والنقاش على امتداد هذه المحطات التي تفضلتم بالإشارة إليها وفي هذه الأمسية. طبعا قضية الانتحار هي من القضايا المركبة ولا شك، ولعلكم انتبهتم إلى ذلك من خلال تعديل مداخل النقاش وتعديل مقتربات النظر إلى القضية، لأن فعلا ظاهرة مثل ظاهرة الانتحار عبر تاريخها سواء في البحث فيها في مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية عموما أو بشكل خاص من خلال البحث في ظاهرة الانتحار في تراث علم الاجتماع، هي ظاهرة مركبة يحتاج في التعامل معها إلى الانطلاق من مداخل متعددة والانطلاق من الفهم، أولا من فهم هذه الظاهرة، من محاولة تفسيرها أو رفع مستوى التفسيرية في الأدوات التي نتعامل بها مع هذه الظاهرة، مما قد يسمح لنا بتصور حدود المشكلة، وبالتالي هذا هو منطلق الحل. الانتحار كما يعلم الجميع ظاهرة تفضي إلى مأساة إنسانية متجددة، تفضي إلى مآسي إنسانية وأسرية واجتماعية، هي للأسف كثيرا ما لا تجد أو غالبا ما لا تجد من يتبناها إعلاميا وسياسيا وغير ذلك إلا فيما نظر، لأنها سواء على الصعيد الوطني أو المحلي أو على الصعيد الدولي علاجها ليس مرتبطا بمصالح مادية أو اقتصادية لقوة اقتصادية أو مكاسب سياسية أو غير ذلك من أنواع القضايا التي غالبا ما تثير الاهتمام وتتصدر مشهد الإعلام، إما لارتباطها بلوبيات الدواء أو بالمصالح الاقتصادية لبعض الجهات إلى غير ذلك، فيما عدا الجانب النفسي أو الطبي المرتبط بالظاهرة والذي ربما سأشير إليه بعد ذلك، تبقى هذه الظاهرة ظاهرة في الغالب لا تجد محامين كثر، لا تجد اهتماما كبيرا إلا في مستويات المتخصصين أو خلال دراسة أو متابعات المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية أو في الجهد المدني المهم من قبيل الجهد الذي تبذلونه على هذا المستوى. هي طبعا من نوع القضايا التي يمكن أن نسميها من نوع الجراح الغائرة، لكنها جراح غائرة ومستترة داخل مساحة الظل في مجتمعنا، تتفاعل فيها كثير من العوامل، عوامل الداء تتفاعل في صمت إلى أن تفاجئنا دون سابق إنذار غالبا من خلال هذه المآسي التي تتكرر كل يوم ونشهدها في وسائل الإعلام. الانتحار طبعا نزف حقيقي يفقدنا شبابا في زهرة أعمارهم، لا يفرق غالبا بين الفئات العمرية، ولأن هنالك يعني نسبة أهم في الفئات العمرية الأقل في بلادنا على الأقل، وتفقدنا رصيدا ثمينا من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك وهذا هو المأساة التي لا تتوقف أنه يشوه لهذا الجسد الاجتماعي الأسرة، يبقي ندوبا غائرة وآلاما لا تنمحي في المحيط الأسري القريب. وأنا من أستحضر عبارة للممثل الأمريكي روبن ويليامز الذي أنهى حياته بدوره سنة 2014 انتحارا، عندما يقول إن الانتحار ليس قضاء على الألم، على الألم المنتحر يقصد، ولكنه نقل لهذا الألم إلى الأحباء والأهل من بعده، أي أنه لا يعد عملية نقل لهذه الجرعة الزائدة من الألم التي قد يواجهها الإنسان ونقلها إلى أشخاص آخرين.
ولهذا يأتي واحد مثل المنفلوطي في كتابه، مصطفى لطفي المنفلوطي في كتابه النظرات أعتقد، فيقول إنه لا عذر أبدا للمنتحر في انتحاره، مهما امتلأ قلبه بالهم، ومهما امتلأت نفسه بالأسى، ومهما ألمت به كوارث الدهر، وأزمت به أزمات العيش، لأن ما قدم عليه أشد مما فر منه، وما خسره هو أضعاف ما كسبه. بمعنى تظل هذه المفارقة، مفارقة الانتحار، هي سبب ألم مستمر ومتكرر بالنسبة للأجيال، بالنسبة لأفراد هذا المجتمع. سأحاول في هذه السانحة أن أتجاوز الحديث المكرور عن المسؤوليات المتعددة، وأن كل طرف من أطراف المجتمع يواجه مسؤوليته في هذا الاتجاه. هذا الأمر صحيح، لكنني سأحاول أن أتجاوزه لأصل إلى نقطة محددة، وسأذكر السبب بعد قليل. سنحاول أن نخرج من فكرة الأدوار والمؤسسات، وهو كله صحيح، لنركز على نقطة واحدة، هي محاولة تفسير للظاهرة، تفسير موسع ربما أو مركب لهذه الظاهرة المركبة كما قلت، في ضوء ميزان القيم المجتمعي وما حدث فيه من تغيرات، لأنه في رأيي هذا ما سيساعدنا على ربح معركة أساسية في مواجهة ظاهرة كظاهرة الانتحار، وهي معركة الوعي. أعتقد أن المعركة الحقيقية لمواجهة هذه الظاهرة ينبغي أن تخوض في مساحة الوعي، لأنه عند النجاح في هذه المعركة، معركة الوعي، يمكن بعد ذلك أن نواجه معركة الانتحار من خلال التربية والتثقيف والمواجهة المؤسسية وغير ذلك. طبعا من المهم أن نذكر الأسباب المباشرة، هذا أمر تركز عليه الدراسات عندما تتحدث عن الانتحار، باعتبار أن له أعراضا تدرس: التلفظ بالعبارات، الانسحاب عادة من الحياة، قد يكون له مؤشرات يمكن رصدها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للناشطين عليها، سيطرة فكرة الموت أو الهوس بها، الشعور بعدم إمكانية التعامل مع ما يواجه الإنسان في الحياة، وهو شعور قد يسيطر على الإنسان، قد تكون هناك من الناحية الطبية أو النفسية روابط وراثية لهذه القضية في بعض الحالات، أن هنالك عموما محاولات في الوسط النسائي أكثر من الوسط عموما على الصعيد الدولي، بينما الرجال للأسف ينجحون غالبا في عملية الانتحار أكثر من غيرهم من النساء، إنهم يستخدمون وسائل فتك أشد فتكا إلى غير ذلك. يعني أن هنالك حديث تركيز على الجوانب النفسية، على المؤشرات النفسية للمنتحر التي تسبق عملية الانتحار عادة، والتي تتلخص في اشتداد الوطأة النفسية التي تجعل الإنسان موقنا بأنه ليس بإمكانه أبدا أن يواجه الواقع وأن يواجه الوضعية الحياتية التي يواجهها، ويواجه المواقف الحياتية التي هو بصددها، فلا يكون له من مخرج حسب ما يتوهم سوى إنهاء حياته. وطبعا هذا كله تتضافر فيه العوامل النفسية، والطب النفسي يركز على هذا الأمر بكثرة، وهذا أمر تؤكده المعطيات التي تقول إن أغلبية المنتحرين تكون لهم مشكلات نفسية. لكن أنا أحب هنا أن أنوه إلى أن هذا صحيح، لكن في المقابل ينبغي أن نقول بأنه أغلبية المرضى النفسيين لا ينتحرون، أغلبية المنتحرين تكون عندهم مشكلات نفسية، لكن أغلبية من يواجهون مشكلات نفسية لا يصلون إلى الانتحار. إذن لماذا تنتحر فئة معينة بالضبط أو تلجأ إلى الانتحار من الذين يواجهون أزمات نفسية؟ هنا تظهر العوامل الأخرى، والحقيقة أنه من المهم أن نؤكد أن العوامل التي يعني تدفع إلى الانتحار هي عوامل متراكبة ولا ومتضافرة، وتفعل بشكل تراكمي، أي أنه ليس هنالك عامل واحد في وجوده يؤدي بالشخص إلى الانتحار. غالبا ما تكون هناك عدة عوامل تفعل، يعني تصل إلى مرحلة الفعالية، فتدفع الإنسان إلى أن يودي بحياته إذا اجتمعت هذه العناصر مجتمعة. وغالبا ما تذكر فيها الاستعداد النفسي او سواء من قبل الهشاشه البنيويه في البنيه النفسيه، او العوامل النفسيه الطارئه، المشكلات النفسيه والوضع الاجتماعي، الحالات المساعده، المخدرات، الادمان على الكحول، بعض الحالات المرتبطه بالشذوذ الجنسي،
حالات الانتحار لدى الأطفال والمراهقين من خلال مشكلات قد تبدو بالنسبة للبالغين مشكلات جزئية لكنها بالنسبة إليهم مشكلات جوهرية، يعني يكونوا ضحايا التنمر مثلا، أو أن يسمعون أو يقرؤون أو يشاهدون مشاهد متعلقة بالانتحار. المشكلات التي تواجهها الفتيات بالنسبة لوقوع الحمل خارج الزواج أو إلى غير ذلك من العناصر. لا أشك في أن السيدات والسادة الذين أطروا هذه اللقاءات قبلي قد تفصلوا فيها كل في مجال اختصاصه، لكن أنا ما أتمناه أن نحاول أن نوسع دائرة النظر لنتحدث عن لماذا تكون هنالك هذه الظاهرة أو تمس هذه الظاهرة فئات بعينها من بين هؤلاء الأعداد الكثيرون ممن يواجهون هذه المشكلات. طبعا إيميل دوركهيم عالم الاجتماع المشهور عنده كتاب دراسة رائدة في الجانب الإمريكي أو الإحصائي حول الانتحار، كتابه حول الانتحار كتاب مرجعي وخاصة في حوزة السوسيولوجيا، وهو يشير فيه إلى مفهوم مهم هو مفهوم المعدل المجتمعي للانتحار، أي لماذا يكون المعدل المجتمعي للانتحار في بيئة في مجتمع أعلى من بيئة منه في بيئة أخرى. المعدل المجتمعي هو مستوى قدرة المجتمع على دفع بعض الأفراد إلى الانتحار، وهو حاول أن يدرسه بدراسة تفصيلية في كتابه هذا ووصل إلى عدد من النتائج. السؤال الذي نطرحه هنا، لماذا يمضي معدلنا المجتمعي إلى الانتحار بشكل تصاعدي؟ الدراسات كلها، أنا أحب أن أتحدث عن الإحصائيات على الصعيد الدولي وحتى على الصعيد المغربي، بعض الإحصائيات الدراسات التي أنجزها إما وزارة الصحة أو بعض معطيات الدار الملكي حول السابقة حول الانتحار في العالم القروي تؤكد هذه أننا نمضي للأسف بشكل تصاعدي، أن معدلنا المجتمعي للانتحار يمضي إلى الأعلى. قد يقول البعض إن السبب مرتبط بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لكن أنا دائما أقول بأن هذا النوع من التفسيرات الجزئية هي غالبا ما تكون تفسيرات مضللة، لأنه يمكن أن نقول أو نطرح السؤال بصيغة أخرى فنقول لماذا لم يشع الانتحار قبل ذلك مع وجود ظروف اقتصادية أقوى، أقصد أقسى في مراحل سابقة، في مراحل المجاعات، في مراحل الخصاصة، في مراحل يعني عاش فيها الناس ظروف أقسى من الناحية الاقتصادية. إذا أعتقد الحديث عن هذه الأسباب بشكل جزئي هو خطر، وهو يعني لا يؤدي إلى تفسير هذه الظاهرة، ولكنه يجعل المسؤولية عنها موزعة، وهذا صحيح كل طرف يتحمل المسؤولية، لكن عندما نقول إن مسؤولية عن الانتحار يتقسمها الجميع إذا ويتسبب بها الفقر والهشاشة والتهميش والأزمات النفسية وضعف الوازع الديني إلى غير ذلك، معنى ذلك أو مقتضى هذا الكلام أنه لن يتراجع الانتحار ما لم نحل هذه المشكلة كلها، وإلى أن تحل هذه المشكلة كلها ستظل مؤشرات الانتحار تصاعدي. هل هذا قدرنا؟ أنا أعتقد لا. ولكي لا نتعامل مع أحد المفاتيح الأساسية لمعالجة هذه المشكلة مع تفرعها ومع تحمل مسؤوليتها بشكل جماعي، ينبغي أن ندخل إليها من مدخل القيم. ما يقع الآن في عالمنا كما هو معروف هو انفتاح كبير في ظل عصر العوالم المفتوحة والصورة التي تواجه الناس في أدق تفاصيل حياتهم في كل لحظة آناء الليل وأطراف النهار. اليوم نحن نعيش عالما تتدفق فيه الصور لتعيد تشكيل صورة الإنسان لذاته أولا، وبالتالي تقديره لذاته، معرفته بقيمة نفسه، ثم لتحدد له النموذج المثال الأعلى الذي ينبغي أن يكون عليه، الصورة المثالية والتي يحس في غيابها أنه لا ليس له قيمة وأنه لا معنى من حياته. هذه مسألة في غاية الأهمية، لأن علماء النفس يقولون إن الإنسان لا يعيش عندما تنعدم المعنى من حياته. أي إنسان وصل إلى مرحلة إحساس بأن حياته ليس لها معنى وليس لها قيمة فإنه سيموت، حتى إذا لم يموت إراديا من خلال عملية انتحار فإنه سيكون مات بشكل من الأشكال.
يعني مثلا محاولات الانتحار الرمزي عندما لا يحس الإنسان بقيمته، أو يفقد أي معنى للكرامة الإنسانية أو إحساس بقيمة ذاته، قد يتحول ذلك مثلا إلى قد يسقط في مهاوي المخدرات، أو بالنسبة للفتيات قد تنحرف إلى سلوك مرتبط بالدعارة إلى غير ذلك، لأنه تكون قد فقدت أي إحساس بالقيمة، ثم تكون معنى من الحياة قد زال تماما، وبالتالي يكون هناك نوع من أنواع الانتحار المادي بإنهاء الحياة أو الرمزي. قضية الجانب الاقتصادي كذلك تحتاج أن نذكر إلى أنه الانتحار ليس مرتبطا فقط بالفقر، وهنالك يعني معظم الرسائل المتروكة، هناك دراسات عبر العالم أنجزت حول الرسائل التي يتركها المنتحرون قبل انتحارهم تؤكد هذه المسألة، وأن عملية الانتحار مرتبطة بعمليات التفكيك المعقد التي صاحبت النظام الاقتصادي والمجتمعي ومنظومة القيم فيه بأكثر من ارتباطها بالجانب الاقتصادي، لأن معدلات الانتحار لا تقل في بعض البيئات الغنية والمزدهرة اقتصاديا، يعني أو لا تنخفض تبعا للمستوى الاقتصادي، وإنما خصوصا بمستوى تفسخ النسيج الاجتماعي، بمستوى تراجع الروابط العرفية أو التقليدية، بمستوى انخفاض تأثير العائلة، تراجع الروابط العائلية التي كانت تمد الفرد بالخبرات الثقافية وتحثه على التعاون والتلاحم وتعزز الاندماج وتعينه في تجاوز الضوائق الضائقة سواء كانت مادية أو نفسية أو عضوية، تراجع العائلة الممتدة التي كانت مركز لترسيخ هذه الخبرات والمعارف وتداولها بين الأجيال، أن المجتمعات حتى في ظل ما يسمى بالحركات الراهنة أو الموجات الحديثة تتعرض لمزيد من الانتهاك، لمزيد من التدمير، وبالتالي تدفع الشباب في سن مبكرة إلى نوع من العزلة، إلى التقوقع حول الذات، إلى تنامي الشعور بالفردانية. هناك تفسيرات مغلوطة لفكرة الخصوصية، تحتاج كثير منها إلى أو ازدياد فكرة الخصوصية بأي معنى، خصوصية الأفراد التي تدفع إلى مزيد من الكفاءة على الذات، إلى مزيد من الفردانية، إلى مزيد من عدم الاستفادة من الخبرات المجتمعية، تآكل الروابط الاجتماعية إلى غير ذلك. هذا كله يتواكب أو يتزامن مع تزايد طبعا الأعباء المعيشية على الأفراد، وخصوصا مع ثورة في التطلعات كما تسمى في علم الاجتماع، ثورة التطلعات ثورة التطلعات والطموحات الفردية والعائلية التي ليس لها حد، والتي تنقاد مع منطق السوق بحيث تجعل الفرد دائما في حالة مطاردة لهذه التطلعات لتحقيقها، سواء أمكنه ذلك أو لم يمكن، سواء كان يمتلك مقومات تحقيق هذه الطموحات الاقتصادية والمجتمعية حسب النموذج الذي تسوقه الصورة كما قلنا في البداية، أو لم يكن ممكنا من ذلك. فهذه المطاردة التي لا تنتهي تسقط الإنسان في مخاطرة نحو تطلعات لا تنتهي، وتضعه تحت ضغط دائم، ضغط عصبي، ضغط نفسي، ضغط اجتماعي مستمر، على نحو يوافق تماما ما أشار إليه دوركيم في دراسته لتحولات المجتمع الصناعي في القرن 19. على كل حال هذا موضوع آخر، لأنه يشير إلى أنه من أعلى السلم الاجتماعي إلى أسفله في تلك المرحلة تأججت رغبات دون أن تعرف مستقرا نهائيا، يعني لم يكن هنالك شيء يستطيع أن يهدئها من فورة هذه الطموحات وهذه الرغبات الاستهلاكية التي تفجرت طبعا في واقعنا نحن بشكل لا حدود له، يعني مع الخيالات المجنحة التي تغذيها الصورة وتغذيها وسائل الاتصال في كل لحظة، لأنه في هذه المرحلة على الأقل لم تكن ماكينة الاستهلاك ليس فقط بالوطأة ولكن بالتوحش الذي بلغته الآن في ظل العصر الذي نعيش فيه. القضية الأخرى المرتبطة بتفسيرية ظاهرة الانتحار على الصعيد الاجتماعي مرتبطة بنوعية القيم السائدة، يعني مثلا عندما نتحدث عن نظام الإحساس بالقيمة، هذا الأمر يرتبط بالرؤية للذات، والرؤية للذات مسألة مفسرة في عملية الانتحار. كيف يقيم الإنسان ذاته؟ هل بقيت له ذرة من الكرامة، من الاحترام لذاته أو لا؟ هل بقي يشعر بقيمته أو لا؟
يعني هذا الأمر يرتبط بفقدان الإحساس بالأمان الشخصي، بالثقة بالمستقبل، بالميل إلى العنف، العنف ضد الذات إلى غير ذلك. للأسف الصورة اليوم، وهي أداة الأساسية في إعادة تشكيل المخيال والأحلام والصور والمواقف، تسقط الناس في صور العنف، لا تنقبض، بحيث أن قيمة القوة أصبحت، حيث أن هنالك دراسة تقول اليوم إن الشاب قبل أن يبلغ سن 18 من عمره تكون قد مرت أمام عينيه 100,000 صورة عنف في عالمنا اليوم، سواء كان هذا العنف عنفا مباشرا أو عنفا على الخصوص من خلال الصورة التي تقذف بها وسائل الاتصال. هذا الواقع يسائل نفسية الإنسان، قدرته على الممانعة، على المواجهة. يعني أنه مهما كانت قدرة هذا الإنسان على الممانعة أو على المواجهة، تظل في النهاية غير قادر على أن تواجه سيادة منطق القوة، سيادة قيم المادة وقيم الجسد كذلك باعتباره رمز لهذه المادة من خلال الصورة. الأمر الآخر في هذا الجانب المرتبط بالصورة هو أننا كثيرا ما لا ندرك أن الصورة ليست فقط عاملة بهجة وإسعاد، ولكنها كثيرا ما تقوم بعمل بدور عكسي. وهنالك مفارقة يتحدث عنها علماء الصورة اليوم، هي مفارقة الإنستغرام التي هي وسيلة إحدى وسائل الاتصال الجماعي اليوم المعروفة. أنا بالمناسبة لا أستخدم مصطلح وسائل التواصل الاجتماعي، لأنني أعتبر أن هذه الوسائل وسائل الاتصال لا علاقة لها بالتواصل، لأن التواصل يقتضي تواصلا حقيقيا إنسانيا اجتماعيا، بينما هي وسائل اتصال تجعل الإنسان متصلا كونكتي، لكن لا علاقة لها بالتواصل الحقيقي. هذه الوسيلة وسائل الاتصال مثال على ما أريد أن أقوله. لماذا؟ لأن الانستغرام عادة يعتبره الناس مكان مثالي للبهجة والسعادة بالنسبة لمستخدميه. لماذا؟ لأنه لا يصور الإنسان نفسه عادة إلا في لحظات سعيدة يريد أن يخلدها بالصورة ثم يشاركها. وهناك أيضا الفلترات التي في هذا التطبيق التي تسمح بتحسين وتعديل الصور إلى غير ذلك، حتى تجعلها صورا مناسبة لمداعبة مخيال المتلقي. هنالك دراسة تضمنها تقرير مهم اسمه State of Mind، أو حالة ذهنية، صدر عن الجمعية الملكية للصحة العامة في بريطانيا، وأعتقد أنه الدراسة مهمة حول هذا الموضوع. يتحدث أولا عن إيجابيات هذه الوسائل، ثم يقول بأن مستخدمي هذا التطبيق يحسون بأكبر قدر من التعاسة مقارنة بغيره، 63% من مستخدميه يحسون بأحاسيس سلبية، وأن الذي يجلس على هذا الموقع أكثر من ساعتين معرضون بدرجة أكبر للقلق والاكتئاب، والذين قالوا إنهم يشعرون بالسعادة هم الذين بقوا على هذا التطبيق أقل من نصف ساعة، وتسعة من عشر فتيات استعملنه لا يشعرن بالرضا عن أجسادهن أو عن شكلهن. وطبعا علاقة بالجسد، الرضا عن الجسد له علاقة قوية بمدى ومدة البقاء على هذا. لماذا إذا هذا كله؟ لماذا يكون موقع مثل موقع أو تطبيق مثل تطبيق الانستغرام له هذا المفعول السلبي على مستوى الرضا، وبالتالي له يعني دوافع، يشكل دوافع الإنسان نحو الاكتئاب إلى غير ذلك؟ قد يتساءل البعض عن هذا. الجواب أن الإنسان في النهاية كائن اجتماعي، تتحدد حالته غالبا بحالة من حوله، سعادتهم التي تبدو في الصور وفي الفيديوهات الواقعية أو المعدلة، وبالمقارنة بين حالته وبين حالة من يراه، فيحس بأن حياته الحقيقية ليس فيها شيء من ذلك، من تلك السعادة والمتعة التي يتمتع بها غيرهم في أسفارهم وفي استهلاكهم وغير ذلك. هذا يشعره بالتعاسة، ويشعره بأنه ناقص عن غيره من الناس، وأن أشياء ومتع كثيرة يتمتع بها الناس ولا يتمتع بها. هذا فقط مثال لما أريد أن أقول. هذا المستوى من الاتصال أو التعرض لآثار وسائل الاتصال الجماعي لا تستثني الناس، سواء على صعيد المدن أو على صعيد القرى. نحن نعرف أن العالم اليوم نصف سكان العالم مرتبطون بالإنترنت. من سكان أكبر المدن والعواصم في العالم إلى سكان القرى النائية في الجبال وفي المداشر، كل هؤلاء يتعرضون لهذه التأثيرات يعني بشكل مستمر. وهؤلاء جميعا
يعني تجتاحهم هذه الثورات، يقولنا بأنها ثورة التطلعات، وفي نفس الوقت يتعرضون لهذا التأثير العوالم المفتوحة التي لم تحل مشكلاتهم، لم تساهم في الرفع من معاناتهم بمختلف أشكالها، العزلة، المشكلات الاقتصادية، الأزمات التي يكابدونها كل يوم في التنقل، في الحصول على الماء، أو في حل مشكلتهم الاقتصادية، في الشغل، غير ذلك. لكنها لم تحل هذه المشكلات، لكنها في نفس الوقت تعطيهم صورة نقيضة وتكشف عن هذا الواقع للناس في كل مكان. هذا الأمر كذلك يرتبط في جانب آخر بالوضع الراهن للشباب في ظل الحراكات التي يعرفها العالم العربي وتعرفها بلدان وكل مكان. هذه الحراكات في الواقع لم تحل المشكلات، لكنها بينتها ووضحتها للناس وجعلتها موضوعا للنقاش المفتوح بلا ضوابط طيلة الليل والنهار. كان لكل هذا آثار نفسية على الإنسان باعتباره جزءا من منظومة، باعتباره جزءا من مجتمع. وهذه التداعيات هي التي تفسر لنا اليوم أننا نمضي في هذا الاتجاه التصاعدي، لأنه الواقع لم يتغير، والواقع لا يرتفع طبعا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، ولكن الصور الأخرى، الصور النقيضة، تزداد وتيرتها باستمرار، بحيث أن المجتمعات التي قلنا إنها تواجه عمليات التفكيك و مشكلات نظام اقتصادي وأزمات إلى غير ذلك، في نفس الوقت تحرض الإنسان أن يتحول إلى آلة للاستهلاك هذا الذي يراه، وتضرب في الواقع من خلال تقوية النزوعات الاستهلاكية فيه، تضرب قيم التراحم، قيم الروابط الاجتماعية، وتدفع به إلى فكرة التعاقد مع عدم توفره على أي إمكانيات لتحقيق هذا الأمر. أنا أشرت في البداية إلى العائلة الممتدة باعتبارها مصدر للخبرات، وهنالك علاقة وطيدة كما تؤكد الدراسات بين وجود العائلة وأثر العائلة والتواصل داخل العائلة، وبين انخفاض مؤشرات الانتحار في أكثر البلدان. لذلك حتى في الحلول عندما نذهب فنسمع مثلا أن الحديث عن يعني الحلول التي يقترحها الأطباء النفسانيون، نجد أنه مثلا الجانب الطبي يقع في المستوى الثالث، يتحدثون أولا عن التواصل مع المحيط المباشر، أن يستحدث الإنسان بيئة للتواصل، أن يشعر بأن هنالك من يستطيع أن يسمعه، وأن هنالك من يدعمه باستمرار، ويحاول أن ينخرط في هذا النوع من التواصل. ثم بعد ذلك في المستوى الثالث تأتي الاتجاهات ذات الطابع العلاجي أو الطبي. إذا هذا الجانب في أي جانب في غاية الأهمية. بالنسبة للأطفال أو للمراهقين، تابعنا خلال السنوات الماضية انتشار ظواهر انتحار مرتبطة ببعض الألعاب مثلا، وهذه لا تخرج عن هذا النسق، بحيث تتم هذه الألعاب بدون رقابة، بدون مصاحبة، من خلال تأثير الصورة التي اخترقت الحياة الحميمية والحياة الخاصة للأفراد. يعيش الإنسان الأطفال وهم في سن مبكرة ليس لهم فيها مناعة نفسية ولا اجتماعية، في ظل تحت تأثير هذه الصور باستمرار. طبعا هذا يدفعهم إلى العزلة، إلى يعني مع غياب التواصل داخل الأسرة، فتحدث هذه المشكلة. وهذه الأمور تصبح موضوعا للاهتمام عندما تتكرر، عندما تظهر إلى السطح. لكن المفروض أننا ينبغي أن نبحث في القيم الأعمق، ينبغي أن نبحث في التواصل على الصعيد الإنساني، على الصعيد الاجتماعي، على دور التواصل الحقيقي الإنساني الاجتماعي، وليس التواصل من خلال العالم الافتراضي، إذا أردنا أن نتعامل مع هذه المشكلة. بالنسبة للقيم، بعض الناس يتساءل يعني هل كيف يمكن أن تفعل القيم أو تؤثر القيم في الحد من هذه الظاهرة، وكيف إذا نحن فهمنا بأنه الاختلال في منظومة القيم، في المؤسسات التي تنتج القيم، في تأثير القيم السلبية التي تغزو حياة الإنسان الخاصة على توازنه النفسي وعلى فقدانه للقيم، قيمته، إحساسه بالقيمة وإحساسه بالكرامة، إحساسه بالمعنى من الحياة. إذا تضافر هذا كما قلت مع العوامل الأساسية، فإنه يؤدي إلى حالة الحل. لكن كيف تكون القيم عوامل إيجابية؟ كيف تكون جزءا من الحل كما هي جزء من المشكلة؟
أولا نحن عندما نتحدث عن القيم نتحدث عن الجانب المعياري. القيم هي معايير للسلوك، هي معايير موازين للأخلاق، من خلالها نستطيع أن نقوم هذا السلوك، هل هو إيجابي أم سلبي، وهل ومستوى الحسن والقبح فيه، ومستوى الإيجابية والسلبية. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أن القيم لا تتجزأ، وهذه مسألة مهمة، يعني لا يمكن للإنسان أن يعيش في ظل منظومة من القيم ثم بدعوى تغير هذه القيم يسقط في مخالفات لقيم الجماعة، ثم يبقى بعد ذلك أو يحافظ على شعوره بالتوازن. يعني مثلا أنا أشرت قبل قليل إلى بعض المشكلات الانحراف الجنسي، وخاصة مستوى بعض الذين يسقطون في أو الذين يواجهون مشكلة الشذوذ الجنسي وعلاقتها بالانتحار، هناك دراسات في هذا الجانب. لكن حتى مثلا في ظل قيم مجتمعية، الانحراف الجنسي مثلا بالنسبة للفتاة خصوصا مع النظرة إلى الفتاة التي قد تؤدي إلى إما فقدان العذرية أو البكارة أو إلى الحمل خارج نطاق الزواج، تكون في ظل المجتمع لا زالت تحكم هذه المنظومة من القيم كارثة بالنسبة للفتيات. ولذلك كان شهد ازدهار مثلا حالات الانتحار قبيل الأعراس التي ترتبط إما بحمل أو وهناك دراسة أنجزت في تونس بينت أن 70% من الفتيات المنتحرات كن قد فقدن عذريتهن أو بكارتهن، 70% من الفتيات من حالات الانتحار. هذا الأمر ينبغي أن ندرك أنه يقع في مثل هذه الحالات صدام صارخ بين منظومة القيم التي تحكم المجتمع وسلوك الفرد. وهذه الحالة من التناقض لا يمكن أن تحل بسهولة، يعني نحن لا يمكن أن نقول للإنسان أنه في ظل حريته الفردية يعيش حريته الكاملة في ظل وجود مجتمع لا زال ينظر ولا زال هذا الفرد منضبطا ملزما بالانضباط إلى سلوكه، إلى قيمه، إلى معاييره الحاكمة. هذه الحالات كثير ما تؤدي إلى يعني هذا النوع من الانتحار الذي سببه هذا النوع من الصدام مع وغير هذا كثير، يعني هناك كثير من الحالات المرتبطة بهذا النوع من إذا الذي أريد أن أقوله أنه فعلا هنالك دوافع نفسية، دوافع اقتصادية، دوافع اجتماعي، دوافع صحية إلى غير ذلك، لكن أعيد فأقول إن هذه العوامل لا تفعل لا تؤثر إلا إذا ارتبطت بمشكلة اختلال في القيم. ونحن نرى أنه كيف يساهم هذا التوسع في النسيج الاجتماعي في اضطراد مستويات الانتحار بصيغها المتنوعة. أريد أن أقول أن التعامل مع فكرة الانتحار يبدأ، إذا أردنا أن نتحدث عن الحلول، يبدأ مع كيفية التفاعل مع الأفكار الانتحارية، لأنه أعتقد أنه المسألة تبدأ هنا كما قلت في مساحة الوعي، في مساحة الأفكار. طبعا هنالك دراسات أجريت، مثلا واحدة منها أجريت على 128 من الأشخاص الذين حاولوا الانتحار، كان أقرت 52% منهم بأنهم حاولوا الانتحار ليتخلصوا من حياتهم النفسية البائسة، أنهم في وضع نفسي غير مستقر. ثم اعترف 42% منهم أنهم حاولوا أن يفروا من موقف نفسي كانوا يعانون منه في مقابل أو في مواجهة أشخاص آخرين. مع توالي الدراسات يبدو اليوم من المتفق عليه أن السبب الأكثر شيوعا للانتحار هو الألم النفسي، وهذا أمر لا جدال فيه. قلت صحيح أنه يتفاعل مع أشياء أخرى لكنه يقتضي أن نتوقف عنده. كيف؟ أن الدافع النفسي هو جزء من هذه العوامل التي ينبغي أن تفكك. لا يمكن أن نتعامل مع حالة انتحار بالنسبة لشاب أو فتاة فقط في خلال دراسة ظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية الدافعة، ولكن ينبغي أن نركز على الجوانب النفسية. وهذا أمر يعني يقتضي أن نتحدث عن التركيز عن البيئة الدافعة، عن البيئة الدافعة لهذا الشخص ليقع في مشكلة الانتحار من خلال نمط العلاقات الأسرية. لماذا يصل الإنسان إلى مشكلة نفسية في غياب
قدرة الأسرة على التأطير. هنالك طبعا المرض النفسي في النهاية هو مرض، لكن نحن نتحدث فقط عن الأمراض النفسية، نحن نتحدث عن أزمات نفسية عابرة. وبالمناسبة القاعدة الأساسية في مواجهة الانتحار هو التأكيد على أن الأفكار الانتحارية أفكار عابرة ليست دائمة، وبالتالي ينبغي أن يجد الشخص قدرة على الدعم وعلى المساندة في فترة معينة. هو قد لا يحتاج هذه الدعم وهذه المساندة إلا في فترة معينة، لأن الأفكار الانتحارية بطبيعتها لا تقف تظل مع الإنسان بشكل مزمن أو طويل المدى، لكنه في اللحظات الحرجة في اللحظات الحاسمة يحتاج فعلا إلى بيئة اجتماعية حاضنة تجنبه مخاطر الانجراف وراء الألم النفسي وتداعياته الانتحارية. وهذا الأمر ينبغي أن نركز فيه، بالإضافة إلى ما ذكرته من قضية القيم السائدة في اجتماعيا، على التواصل الأسري ومداه التواصل الحقيقي داخل الأسرة، يعني قدرة الأسرة واستعدادها على مساندة هذا الشخص. وإلا سنظل نتعامل مع الأعراض، مع الأسباب كما قلت النفسية وغير ذلك مما هو معروف، لكن دون أن نقف عند الأسباب العميقة التي تتعلق بمستوى التواصل داخل الأسرة إلى غير ذلك. درس علم النفس الكبير في هذا الاتجاه أعتقد يعبر عنه أحد علماء النفس الكبار وهو عالم النفس النمساوي فيكتور فرانكل، عندما يقول إن النفس البشرية لا تستطيع أن تحيا بشكل سليم أمام القسوة والضغوط التي تتعرض لها إلا إذا طورت آليات دفاعية. وهذا في رأيي مفتاح مهم في التعامل مع الانتحار. كيف النفس الإنسانية في النهاية لها آليات دفاعية، قد تفعل تكون فاعلة ومؤثرة، وبالتالي تحفظ الإنسان من السقوط في الانتحار، أو تكون معطلة فيجعل الإنسان عرضة لهذه الأزمات. هذا في رأيي درس علم النفس الكبير في مواجهة الانتحار، تطوير آليات دفاعية يستجيب من خلالها الفرد للضغوط التي تعطي له مبررا وطريقا للانتحار. لأنه إذا لم يكون الإنسان قادرا على مواجهة هذه الحالات، فإن الحياة لا يمكنها أن تعامله دائما بشكل إيجابي وبشكل طيب. الحياة الإنسانية هذه طبيعتها. أنا أذكر هنا عبارة للفيلسوف والزعيم الكبير الأستاذ علي عزت بيبويتش في كتابه المهم هروب إلى الحرية، يقول الحياة شيء خطير، يعني بار ديفينيسيون بالتعريف الحياة ليست شيئا سهلا، عدم الأمان هو ثمن الحياة، نحن ثمن وجودنا في الحياة هو أننا هو المخاطر، ليس هنالك تأمين شامل على نوائب الحياة. الآمنون كل الأمن هم هؤلاء الذين ماتوا أو الذين لم يولدوا كما يقولون. يعني في النهاية ينبغي أن يدرك الإنسان، وهذا شيء يربى عليه الأبناء في ظل مجتمع الوفرة أو في ظل، أن الحياة ليس فيها تأمين من المخاطر، أن المشاعر السلبية مشاعر هي جزء طبيعي من الحياة، صحيح أنها مؤقتة، لكنها في ظل هشاشة النفس الإنسانية، في ظل عدم وجود آلية للمواجهة، تصبح مشاعر قاتلة تدفع بأصحابها إلى الانتحار. لهذا من المهم دائما التواصل على هذا الجانب. وأعتقد أنه حتى على الصعيد النفسي يتحدث دائما الخبراء النفسيون في حالة الشك عن سؤال الشاب أو الشابة أو الطفل أو المراهق عن أفكاره، عن أفكاره الانتحارية حتى، عن نواياه، لأن هذه الطريقة التي نحدد من خلالها مستوى الخطر الذي يتعرض له في تهديد وقوعه في الانتحار. التواصل مع الأصدقاء المقربين، مع الأحباء، مع الآباء، مع التحدث عن المشاعر بصراحة، تعويد الشباب والأبناء على أن يتحدثوا حول مشاعرهم، بالإضافة طبعا إلى الجانب الديني وأثره. وأنا هنا لا أتحدث فقط عن الجانب الديني يعني للمسلمين، ولكن كمسلم، ولكن حتى في الدراسات حول هذا الموضوع، يعني ماكس هيبر في دراسته هذه يصل إلى خلاصات مهمة حول يعني أثر الدين وتأثيره، يعني بين الكاثوليك والبروتستانت، يعني تراجع مستوى الانتحار في المجتمعات الكاثوليكية لأنها أكثر ترابطا في مقابل المجتمعات البروتستانية، لأنها المسألة هنا مرتبطة بمستوى التضامن ومستوى التفاهم
التواصل والترحم الاجتماعي، يتحدث عن أهمية تجربة الإسلام والمجتمعات المسلمية أو المحمدية كما يقول عنها هو، وتراجع مستويات الانتحار فيها مقارنة بغيرها، لأنه كما يقول الدين يوفر المعنى والغاية والقدرة على تحمل الألم والمصاعب، وهي أشياء في غاية الأهمية ندركها عندما نرى الحالات التي تعرضت بالفعل للانتحار أو أنها حاولت الانتحار، فندرك قيمة أن يوفر يتوفر الإنسان المعنى من الحياة، المبرر الذي يجعله يعيش. هناك حالات كثيرة مثلا، وهي تقع خاصة بالنسبة للأزواج في سن معينة في أوروبا، حيث عندما يموت أحد الزوجين، ف كما يقال بالفرنسية، لأن الفرد il se laisse mourir، يترك نفسه للموت، لأنه لم يعد يتوقف مثلا عن استعمال أدويته أو غير ذلك، يريد أن يعني يموت، يترك نفسه للموت. لماذا؟ لأنه فقد المعنى من الحياة. ثم الشيء الثاني المهم بالنسبة للجانب الديني، وهو القدرة على اكتساب الإنسان على القدرة على تحمل الآلام والمصاعب، وهو دوركيم لهذا السبب يرجع ندرة حالات الانتحار في المجتمعات المسلمة في مرحلته، فيقول إن الإنسان في الإسلام كما يقول نبيهم، يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي يقول لا يموت الإنسان إلا بإرادة الله. طبعا هو يشير إلى الآية نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ويركز على مسألة مهمة في الحضارة الإسلامية، وهي فكرة أن الفضيلة التي تسمو على جميع الفضائل هي التسليم المطلق والخضوع المطلق للإرادة الإلهية للقدر، وهي فكرة مهمة. بعض الناس يتصوروا أن القدرية أو فكرة الاستسلام للقدر تعني عدم وجود مناعة نفسية ضد الانتحار، العكس هو الصحيح، التسليم للإرادة الإلهية يكسب الإنسان قدرة على امتصاص الصدمات وعلى العيش في مواجهة المشكلات التي تواجهه باستمرار. يبقى طبعا الحديث عن التوعية بما لا أعرف بالنسبة للوقت، لكن التوعية بمسألة الانتحار هي مسألة مهمة جدا، أدوار المحيط الاجتماعي المباشر أن ينقص الناس من اتصالهم الرقمي في مقابل الزيادة من مستوى تواصلهم الإنساني الحقيقي، دور العائلات المقربين الذين يمكنهم أن يؤدوا هذا الدور في مواجهة هذه المحنة أو هذه الأزمة، بالنسبة لكثير من الشباب وكثير من الفتيات الذين عندما ندرس حالتهم ندرك أنه كان بإمكان تجنب هذا المصير بالنسبة لهم فقط من خلال تواصل أعلى، من خلال إيجاد من يتحدثون إليه، من خلال نوع من التوجيه أو الإرشاد النفسي أو الاجتماعي البسيط، من خلال حتى من يسدي لهم نصيحة، حتى من خلال من، وهذا خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين، دراسات حول الانتحار في السن المبكرة تتحدث عن أهمية الكلمة أو العبارة التي إما أنها تكون فاتحة لطوق نجاة بالنسبة للطفل أو المراهق، أو أنها تكون دافعا له للسقوط في مهاوي الانتحار فيسقط في هذا الأمر، كما هو في كثير من الحالات. على كل حال، أنا ما أريد أن أجمله في القول هنا هو أننا فعلا نعيش في ظل واقع صعب، يعني مقارنة بالأجيال الماضية تظهر هذه وجود منظومة من القيم، وجود أهداف من الحياة حتى لو لم تتحقق، لكن يظل إذن انقطع الاتصال بالأستاذ سمير بودينار، أتمنى أن يرجع لنا. إذا شكرا للمتابعين على هذا البث، نتمنى الدكتور سمير بودينار أن يلتحق بنا مرة أخرى. إذا الأستاذ سمير بودينار تحدث في موضوعه هذا عن أن الموضوع مهم جدا للدراسة. الأستاذ سمير بودينار التحق بنا، مرحبا أستاذ. عفوا، أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا، تفضل. نعم، أنا أختم فقط كنت بالعفو على هذا المشكل التقني. نعم، تفضل أستاذ. قلت إن هذه الحالات
تحتاجه بعض الأحيان إلى تدخل في الوقت المناسب. يعني هنالك حالة شهيرة تناولتها بعض الدراسات هي حالة شاب يشتغل كطبيب أسنان. قام هذا الشاب ببث أو بنشر فكرة وإرادته، إرادة الانتحار لديه، على وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا أسبوعا قبل الحد، بل إنه استشار أصدقائه ومتابعيه عن الطريقة التي يروا أنها الطريقة الأفضل للانتحار. وكثير من تابع هذا المنشور لم يعره اهتماما، أو أنه تصور أن هذا الشاب يعني يمزح أو يسخر، ولم ينتبه هؤلاء يعني المتابعون إلى خطورة الموقف إلا عندما فوجئوا بخبر انتحاره فعلا. إذن كان عندنا مدة طويلة يعني أعلن فيها هذا الشاب نيته على الانتحار، وطلب من أصدقائه أن يزودوه بنصيحتهم حول الطريقة الأفضل لتنفيذ عملية الانتحار هذه دون أن يكون هناك أي تدخل من أي طرف، وإلى أن فعلا نفذ عملية الانتحار بالفعل. أنا أقول هذا الكلام لأبين أن بالفعل في كثير من الأحيان نواجه مشكلة على صعيد الروابط الاجتماعية، على صعيد منظومة القيم التي تحكمنا في علاقتنا ببعضنا ببعض، حتى وصلنا إلى هذا المستوى. هذا الأمر يربطني بنقطة أخيرة، هي فكرة النظرة إلى الانتحار، وهي مسألة في رأيي تعرف تحولا على صعيد القيم في غاية الخطورة. نحن انتقلنا المجتمع عادة بمنظومة القيم التقليدية كان يواجه فكرة الانتحار بأقصى درجات التشدد، التشدد المادي والتشدد الرمزي والمعنوي، من حيث الحكم على المنتحر بأنه خارج الإسلام وخارج الدين وعدم. وأعتقد أن هذا فيه كثير من التطرف في جانب معين، أنه معروف أنه أغلب الحالات التي تقع في أو جزء كبير من الحالات التي تصل إلى مستوى الانتحار تكون تحت تأثير أثر نفسي لا يمكن للإنسان بفرده غالبا أن يتحمل. يعني فعلا يكون الإنسان تحت وطأة نفسية قاهرة تجعله غير قادر بمفرده دون دعم من غيره أو مساعدة من غيره أو تدخل علاج أو غير ذلك، لا يستطيع أن يواجه هذه الآلام النفسية المبرحة، وبالتالي لا يجد الخلاص إلا في الانتحار. هذه نظرة كانت سائدة، لكن الذي يقع اليوم هو نعم التحول في التعامل وفي النظرة إلى الانتحار، بحيث يتم التعامل مع الرسائل التي يتركها البعض في وسائل الاتصال الاجتماعي. ونحن تحدثنا عن التكنولوجيا التي أصبحت تواكب الإنسان وتصاحبه في كافة مراحله حتى بعد الموت، فينتحر ويترك رسالته على اليوتيوب أو على إحدى منصات التطبيقات الاتصال الجماعي ليبين الهدف منها. هذا طبعا في ظل الأوضاع الاقتصادية يقع نوع من التعاطف مع الدوافع، وهذا مفهوم، مع الدوافع، أن الإنسان الشباب الذي يعاني من البطالة يتعاطف مع الشاب الذي ينتحر بسبب ضيق ذات اليد، الشباب الذي يعاني من التهميش أو الإقصاء السياسي أو مشكلات غير ذلك، العدالة الاجتماعية، يتعاطف مع الشباب الذي يعلن أنه انتحر بسبب هذا. لكن هذا النوع من التعاطف مع الدوافع أصبح يسقط الكثيرين في فكرة التعاطف مع الفعل نفسه، أو على الأقل يعني التساهل في التعامل معه، نزع فكرة التأثيم عن هذا السلوك، وهي مسألة في غاية الخطورة، لأنه بالنسبة خاصة للشباب أو للأطفال والمراهقين معروف حسب الدراسات أن أكثر أن كثيرا منهم يقع في الانتحار بتأثير من استماعه أو مشاهدته لصور أشخاص وقعوا في الانتحار، أو لمحاولة التجربة، أو لانعدام فكرة يعني حاجز الرهبة عن فكرة الموت نفسه. إذا أضفنا إلى هذا ما يعيشه، ما نواجهه كل يوم من خلال صور العنف في الإعلام التي أفقدت الحياة كثيرا من معناها وقدسيتها وهيبة الموت وقدسية النفس الإنسانية إلى غير ذلك، نرى أن البعض يتعامل مع الموضوع بكثير من وهذا الأمر رصدته بعض دراسات وسائل الاتصال الجماعي بالنسبة للشباب، حتى أنه كان هناك سؤال مشهور
واجه به احد الشباب، احد المؤطري بعد احد واحد من البرامج الدينيه، فقال له: انا ارجو منك ان تعطيني سببا لعدم انتحاري وليس لانتحاري. يعني هنا الصوره العكسيه بلغت مداها في التعامل مع الانتحار باعتباره شيئا مستخفا به، او وصول بالاستخفاف بالحياه الى درجات نزعت التاثيم تماما عن فكره الانتحار. وسال هذا الشاب: هل يمكن هذا الشخص، هل يمكنني ان انتحر وادخل الجنه الى غير ذلك؟ والحديث على كل حال معروفه وموثقه، لكن اقصد ان هنالك مسارا خطيرا جدا في هذا الامر يقتضي عدم اختزال فكره الانتحار فقط في شكل او تبسيطها، واعاده الاعتبار مره اخرى لمنظومه القيم. عدم اختزال المساله بالمناسبه في فتاوى الدينيه، لانها هي مهمه في الوقايه، لكنها قد لا تكون فاعله في علاج الحالات التي تتعرض لشعور انتحاري او تقع تحت سلطه الافكار الانتحاريه. وفي نفس الوقت تجاوز المساله، اختزال المساله في الفتاوى الدينيه او حتى الردع القانوني او غير ذلك مما يتحدث عنه البعض، كان حلول جزئيه لكنها ليست حلولا ترقى الى مستوى معالجه المشكله في جذورها الا مره اخرى من خلال مقاربه تخوض معركه الوعي، تفسر الدوافع الانتحاريه في مجملها، تستحضر كافه ابعادها النفسيه صحيح، لكن بالخصوص والاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه وذلك، لكن بالخصوص تتحدث عن الخلل الذي يقع اليوم في ميزان القوى، في ميزان القيم عفوا، في الروابط المجتمعيه، الروابط التراحميه، وفي الصوره التي تشكل سطوتها على حياه الانسان مبعثا لخلخله كل هذه القيم والاستهتار بالحياه الانسانيه، فيقع له ذلك. ولا بديل عندئذ في هذه الحاله الا مزيد من التواصل حول هذه القيم بدل من السقوط في الفردانيه والانكفاء على الذات، فيصير الشاب او الشابه او الفتى الصغير عرضه لمثل هذه الافكار الانتحاريه. شكرا لكم. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.